السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عامل ايه يا شيخنا؟ ربنا يبارك لك. الحمد لله انا بخير الحمد لله. ربنا ينصر اهلك ويخلصنا يا رب. يا رب واياكم. بعدين انت يا شيخنا عندي اكثر من سؤال. اتفضل. انا اللي اذنت صلاة العصر، لصلاة العصر، فجم جماعة عايزين يمشوا عشان ظروف الشغل، فاستأذنوني ان هم يقيموا الصلاة ويصلوا. فهل كده خطأ ان انا اقيم الصلاة وهم بيصلوا جماعة؟ لا ليس خطأ، الجماعة الأم هي الأصل. طب هم كده لا يأثموا إن هم بيصلوا جماعة؟ لا يأثموا، لهم عذرهم.